باش تكون ليجند لازم تخلي بصمة، باش تخلي بصمة لازم تولي مشهور، باش تولي مشهور لازم يكون عندك بزاف انترنت، باش يكون عندك بزاف انترنت لازم يكون عندك عرض اسطوري. العرض الاسطوري هو جيزي ليجند ب 2500 دينار، استفاد من 100 جيجا انترنت ومكالمات غير محدودة نحو جميع شبكات النقال والتابل في ذو. مع جيزي ليجند انت هو الاسطورة. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية بونا. مع جيزي ليجند استفيدوا من 100 جيجا انترنت واستمتعوا بسهراتكم الرمضانية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. شفتي يمها؟ أنا خطبت كاتبها ومن بعد ما نزوجها ما والو، درت فيزا ماشي خير، ضيعت حياتي على جنب. ضيعت روحك يا المصفار، نحيي ديك الموسخة على قبري. تاع وجهك كاتبة يا المصفار، مسكينة، رضت بالهم والهم ما رضاش بها. عاد سمع با، هذه عمرها ما كانت حنين عليا أنا ما فهمتش أنا، إذا ماشي يما غير قولها لي بان تقبلها. نوض عليا عيتني حتى في قبري. إيه هذه يماك، أشبع بها. وانا والله ما راني مسامحك، ما كاش كنت تدفنها دفنتها قدامي 40 سنه وهي لاصقه في لحمي ما كفاتش. ما فهمت والله ما فهمت انا، هي صمتت لي حياتي تكرهتها انت، خليت لي دار مرهونه
مرونا للضبع اذا سمعتوا لي ضرام باسكو حيسيزيو هادي. ما فهمتش انا لا ندعي لكم لا ندعي عليكم انا والله ما فهمت. اعطني شربة ما بجاه النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس في الجبنة تدعي وانت من الصباح باقي تشكي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش شربة ما تنحت عفيه بي الصالح ولا القول. الحمد لله اللي خرجني من الضيق. هذه مدة ما تمرريك. الطعم تاعو غريب يا صديقي. تاع الروبيني صح؟ ما قلتليش انت شكون وعلاش راك في هذه الحالة هذه؟ اسمي صافي بوسلاح، اصلي مجاهد شاعر وفلاح. خيري جوال كالرياح وشري المعدو كالرباح. ايه تتبان شاعر كبير على بالك بصح ما قلتليش علاش راك في هذه الحاله. شق علي القبر عادت الروح للصدر، ما عرفت لا الارض ولا الشجر. ايه 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 هبلة جديدة هادي، وأنا كي صار يكسر الحجر خرجت لي أنا. بسم الله. عاوني. نمشي بين الناس وخيرك يبقى على الراس. إيه إيه إيه. والله ماني فاهم صح. تبين مدافع كوارتك. صح كلامك زين. وأنت كلامك غريب. بس خيرك في القلب لا يغيب. قل لي اسمك الله يا القريب. انا اسمي عياش صح ما تلاقيت بالمعيشه تاع الصح. المهم قل لي انت منين جيت؟ وين كنت عايش صافي؟ هلا. خرجتيني من الدار على وجهي باش تجيبيني لهنا نشوف كارطة على عياش، وانا واش دخلني؟ فستي لي كاع لا جورني كات شافيه الكارطة ما تكذبش، قالت لي بلي عياش راح تجي سوربريز كبيره وراح يجي لك خير كبير معاه. صح كاتي كارطة قالت لك هكا خير ليا. صح واش راني نقول لك؟ بصح الحاجه اللي محيرتني ثلاث خطات وانا نضرب الكارطة تخرج لي مرا بريونات في حياه عياش. وبالك الكارطة هذه قصدتني انا. كي تشوفي روحك بريونات اون بلوس الكارطة قالت بريونات وشابه. وعلاش كي تشوفي فيها شاديه واقيل؟ لا لا ماشي شاديه فوس بريون برك. ايه يا سخي نط من القبر لقيت اسمك في الحجر. صافي تما حبي يقول بلي مت عندك 100 سنة وعاود تحيات. راك تقول 100 عام والله فاتوا عليا كل منام. يعني تبدلت الدنيا والقوام. صح فهمني كيفاش حتى عاود وليت من الموت. أمانة الناس لازلت عندي، لازم نردها نرتاح ونقابل ربي. يا على حسب الشاهد تبان مجاهد كبير. لا لا كنت هارب من الجنود طحت من العود كي نويت نقطع الحدود. ايه شو بيو 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 تفهم كوبوي تما متابي صار هادي. واحد ما يخير موته بالكيف. حاب نضرب العرعار يا الخفيف. تبرو هذيك عندها 100 عام هنا دوكا بلاش والو. صاحبي تعبك شاني حاب نعرف حكايتك بالديتاي. حكايتي طويله
لازمها نهار وليله. غرايب الدنيا قدامها قليله. باذن الله شغلك مقضي. وفوت وبرك على عمي الهبل. انا ولي شاعر نهضر كيما انت. وشنو كاينه حاجه؟ هاك حفيان، حوايجك، الريحه، كيفاش تقدر تخرج هكذا قدام الناس؟ اوروزمون عندي باسكيت. ما تفهمهاش، حاجه تلبسها في رجلك. هاي روح هاي روح هنا لبسوها هاي هاي. اقعد انا اقعد. ديما عيني تلقاك وانت لا خبر دالي البوندا صاحبي اسمعش الخا الخير سي بون خو سموني صادق زبال انترناسيونال زبال انترناسيونال مهندس نظافه ماشي زبال وجي زعما على بالك علاش رسموك ولا ما على بالكش ما باليش يا سي ما على بالكش هذا يطولوا جبر الخواطر شافوك تكسرت تحت من الكاميرا زبل غطهم رسموك ها ولا لا خو على حسب النيفو اخي ما زعفتش زعف مو واحد نيفو اردواز كيما انت سمعنا نفكرك في مات بريمير اللي نسيتها ما كطايت لك شيخه بيطونه قبل ما يجبدوا لك هذه فليشه اش بالك كانوا مطردينك هكا عرفت ليستا تاع دوك التكوين المهني اه ما حوزونيش خو حبست وحدي انا بيان سور تحبست صاحبي انا كرهت من الهضره مين انت مين المدير مين شاف لي رسمك ما تعرفوش قيمتي حبس الهضره عم بدا بيا متعشتك دي بلوم سبيسياليتي انجليش دي بلوم معلق عن الجواد عن البوشي عن المخبازة قاعد بي يا اخو وزيد هاد ديبلوم وقيتو المعلم وش قال لك مسكاني نظر مع المعلم جاني قيت انا يا رفيج ديالي ولا عندك صافي ما كاش كاع مشكل حكايتك تبقى سر بيناتنا حتى ترد حق الناس وترتاح الله يجيب الخير باين كنت مسر وانا لازم نتهنى من هذا الضر واش ما عندي شرط واحد انا الحلم تاعي نكون مشهور فيه بصح ما عنديش شعر اللي لازم وجربت منذ سنين ما بان والو وانا حابك تعاون راك مع الصافي مصلح المجاهد الشاعر والفلاح امرك راح مقضي غير ارتاح على هالبلاد تعمرت بالروامه مش مروامه يا صافي هادو كامل جزائريين كيما احنا كيف نفرق انا بين المستعمر الظالم وولد البلاد لف حل المقاوم يا صافي ما كان لا محتل لا مقاوم استقلينا منذ سنين يعني استقلينا من سنين اللهم لك الحمد يا رب العالمين يلزم نقول لخاوتي الرايحين والجايين اللي راهم صح مسلمين لانه الباسم راح ينكر العرف والدين يا صافي يا صافي نقص من صوتك يضحكوا في الطرقان بالشهقه يمشي ويتميلوا في الزرقه يا ويلي ويا ربي وستر الحال لابسين الزينه والمشيه بالتكسال يا صافي بالعقل على روحك هاد زمان ماشي زمانك انا مانيش فاهمه كيفاش حتفهمو انت هاي صافي باش تكون ليجند لازم تخلي بصمه باش تخلي بصمه لازم تولي مشهور باش تولي مشهور لازم يكون عندك بزاف انترنت باش يكون عندك بزاف انترنت لازم يكون عندك عرض اسطوري العرض الأسطوري هو جيزي ليجند ب 2500 دينار استفاد من 100 جيجا انترنت ومكالمات غير محدودة نحو جميع شبكات النقال والتابع في ذو مع جيزي ليجند انت هو الأسطورة
شوف وين وصلنا. ميتو هولوه. حسب الشاهد تاع هذا القبر هذا يبان لي انت مجاهد. شي حمابك واش يديروا به كي يديوه؟ اسمع. ما تقوليش فرنسا هي اللي سرقته. ايا بركه ما طرطق عليا يا رحم والديك. فرنسا فارغه شغل باش تجي تدي ميت منه. وين على بالك انت؟ الى عودش المرحوم ربي يرحمه كانوا غالين عليه. وباين عليه بلي كان لي زوم هذا. وقيل في هذه غلبتني. اسمع اسمع. انا عيطت للمدير تاعنا. وراه عيط لابوليس. بصح قال له حوس غير فما برك بالك تلقاوه. نقول لك عندي فكره هايله. شفيت على هذيك الصحفيه اللي جات دارت مقاله هنايا في المقبره. شكون ينساها فايزه؟ اسمع برك ما تطلق لي في ودنيك هكاك. نسيت روحك واقيلا. هذيك راهي صحفيه وقاريه ومثقفه وانت راك حفار قبول. اي خلاص خلاص خلاص. وش بها؟ شوف يا اخي خلات المراه اللي فات الرقم نتاعها في الاداره. نحاولوا نتصلوا بها ونقولوا لها على حكايه هذه الجثه المسروقه وتجي وتكتب على الصحافه. واش رايك؟ صاحبي انت بلاصتك ماشي هنا. على بالي على بالي. انت بلاصتك في مقبره النصارى. كيفاه؟ والله تستاهل. هيا نوض قدامي. هيا بركه. با 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 شاد الريحه اللي قتلتونا بها يا اخو. يا ودي اسمح لي يا صاحبي تمرمت شويه وراه جاي من بعيد. واش جا من بوتسوانا على رجلي هذا؟ يا ريح جيفه يا اخو. واش من القبر كان بايد فيه؟ قبر سي صافي بوصلاح المجاهد والشاعر والفلاح. هي شاعر ثاني فيها. فيه كلش قديم. الريحه الهضره حتى اللبسه تاعو تيكيتي. اسمع الكورسه راح دوبله. دبر راسك. علاش ندوبلي لك طاريف خو؟ ماك تسمع فيه. راكو فيه خمسه خو. كاين انت صافي بوسلاح الشاعر والمجاهد والفلاح. عندك ورقه وستيلو؟ ايه عندي عندي. بلاطو بيض؟ قلتي لي بلاطو بيض. كيلو ترشيل؟ كيلو ترشيل. اوف عمرها ما راكش في البيرو؟ ماكش وحدك؟ يا راني في البيرو، باش تحبي نحكي لك بلي راني في البيرو؟ حرك في البيرو معليش، ارفد التوناليتي نسمعها تاع التليفون تاع البيرو؟ اقسم بالله غير راني في البيرو هلا، داير دوك عيطوا لي على ما يتسرقوا من الجبانه، ما حبيتش نروح غير على جالك، باش نروح نقضي لك. هذي حكاية ولا خليني؟ عمران ما راكش في البيرو، قلبي راه يقول لي بلي ما راكش لتما، دقدق فوق البيرو ديالك؟ هلا راكي تلبس راح راك روشي خلاص. هيا ساي ما 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 ب... الو الو ما مراش بالبيرو. شوف عمي مقلن راني نمشي معاك يا اخويا الكبير بصح على حساب الشوفه راح نبدل معاك السيره واللي ضحك عليا. يا اسمح لي حضرات صراني نضحك على طبيع النساء كما يقول الشيخ تلوفي. كاين زوج يغيطوا الاسير واللي مزوج مع المراه اللي تغير. صار هكذا يا وتعرف واش يقول الشيخ الامباسي؟ زوج يموتوا بالسلاح لوراجي والقرعاتي. الله يعاونك حضرات كاش ما سحقت عيط لي بصحتك. انا هادي ولا غير جامي شفتها. يسرقوا مجاهد مات في 24 هذا ما يكونوا رشاو. مازموزيل احنا شكينا في فرنسا. واش رايك ما يكونوش هما اللي سرقوه؟ شكيت. شوف على حسب نبيش ليا في هذا القبر. هذه ما تكون غير خدمتنا حنايا. شوف ايه ايه هكا قلت لصاحبي انا. الله يبارك الزين والعقل. قولوا لي هذه الجهه تاع الجبانه يجوا زوروها؟ لا لا غير احنا وعياش. عياش شكون عياش؟
هذا واحد والديه ماتوا وساعة على ساعة ينظف هذا القبور اللي هنايا. إلا بغيتي نعطيك الادريس تاعي. تاعو قصدو تاعو تاع عياش. إيه باش ما تعبيش برك. فهمت هذا يذب اللي في عويناته حتى في الجبانة وسلكناش. أنا كنت قاعد نرش في النور تاع ريستوران كنت نخدم فيه. زدهم هما فسخوا سلاح. حبوا يقتلوا الشيخ اللي كان يقرا في الجرنال. واش ندير أنايا؟ ضربت بديت نار رش 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 رشيتهم حتى جاو لي غارد كور تاع الشيخ أنا. إيه وحكمهم؟ على باليش أنا يحكمهم إلا لا سمعت يكونوا قتلوهم. ميم اللي كانوا جايزين يكونوا عطاوهم باسكو هما ما يحبوش يخلوا لي راس مافيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو هذاك الشيخ تاع الجرنال؟ حاجة سمينة حاجة خشينة. مهبول أنت. هذاك يقولوا الحاج تيرانوفا. هذاك لاكامورا بيا تحت يدو ويلحقوا عباده وينقال لك لاكامورا تحت رجله. واش قال لك على الهده اللي درت له؟ قال لي بوبو انت يا بتويو سلكني ايماجين نعطيك سلاح اوفيسيال طاليان كاع تسوقها. زاد قال لي ندير كريديك معايا في لاكامورا ونزيد لك بنتي. ايه وانت واش رجعت له؟ انا قلت له كاين واحد المثل في الجزائر يقول لك رجال برجال ورجال بالله راجل. ايه وقلت له فيما يخص بنتك هذه يا تزوجني بيها ولا انا عندي كتيبه بنت سي العبري في البلاد تسنى فيها يا اياه. ما امنتونيش بوبو انايا نابولي سيسيليا تورينو. ايه روحوا اما ما امنيش. شفت هذيك المناره صافي ليش على بالضو؟ هذاك أكبر جامع في إفريقيا، ثالث أكبر جامع في العالم. شفت هذاك لوليه مقام شهيد هذاك صافي. لا لا ما تبدل عليك الحال صافي. تبدل الحال والحوال. ترجمتي نشفت ورجلي رعشت. كان قهوة يروح اشرب السلام عليكم. عزيز لاباس الحمد لله. عزيز كاس مهبط مرحبا. خالد ظلمة الأكبر ولا وجوه الشر حالكم تعبدوا في الشر مش لعبان ومازال البوليس يكسب الأرض. اصبر يا اخو.
مع جيسي ليجند. استفيدوا من 100 جيجا انترنت واستمتعوا بسهراتكم الرمضانية. لكم برعاية بونا. باش تكون ليجند لازم تخلي بصمة. باش تخلي بصمة لازم تولي مشهور. باش تولي مشهور لازم يكون عندك بزاف انترنت. باش يكون عندك بزاف انترنت لازم يكون عندك عرض اسطوري. العرض الاسطوري هو جيزي ليجند. ب 2500 دينار استفاد من 100 جيجا انترنت ومكالمات غير محدودة نحو جميع شبكات النقال والتابل في ذو. مع جيزي ليجند انت هو الاسطوره.